الله ان شاء الله تعيش يا رب. الذي نجتمع عليه ترى جرت العادة من 6-7 سنوات انه نقوم بهذا الافطار الرمضاني باسم اتحاد النمساوي العرب، ولكن هذا العام كان اشمل، ضم معظم المؤسسات العربية، فأهلا وسهلا فيكم وان شاء الله نشوفكم دائما على الخير، وبارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. جميلة بصراحة، وكما ذكر أستاذنا الأستاذ أحمد عامر أنه هون تنشف الحدود، وفعلا إحنا من دم واحد ومن جنس واحد ومن قومية واحدة ومن لغة واحدة. جميل جدا بصراحة، اليمني جنب المصري جنب السوري جنب الليبي جنب الفلسطيني جنب العراقي، هذه اللمة بصراحة يعني للأسف الشديد في بلداننا احنا نفتقد إلها يعني حقيقة. والجلة أيضا زي ما حكت الدكتورة بالمائدة كمان اللي كانت تضم أصناف يعني من ليبيا من اليمن من فلسطين من سوريا من العراق من كل البلدان العربية، واحنا سعداء جدا طبعا، ولكن في القلب غصة حقيقة، قصة غزة يعيشها كل واحد فينا أكيد، وأنا واثق جدا ويتابعها بكل ألم وبكل حسرة بشكل دائم وبشكل مستمر عبر متابعة الأخبار. والحمد لله كان في إلنا أيضا دكتور تمام له قصب السبق حقيقة في تقديم شيء يعني الحمد لله وصل إلى ما وصل إله. أيضا أخونا الأستاذ زياد أيضا رئيس جمعية تكافل، وهناك جمعيات أخرى ساهمت حقيقة في إيصال شيء إلى أهلنا في غزة، وإن شاء الله نستمر في هذه اللقاءات وكل عام وانتم بخير. الإفطار السنوي دوا إفطار في رمضان الشهر الفضيل اللي بنعمل كلنا على هذا الأساس، بنحضر كلنا في هذا اليوم وبننفذ المقولة بتاعتنا إن بتلتقي الأرواح وتتقرب القلوب وتذوب الحدود، الفلسطيني زي المصري ما فيش حاجة اسمها كلنا عرب، وبننتهي فيها بحب وقلوب مفتوحة ونتقابل بأدب. وشكرين قوي على الضيوف الكرام اللي شرفونا. قالوا لكل مقام مقال، والمقام هنا مقام رمضان وإفطار. لماذا جعل الله رمضان؟ من ضمن الأشياء التي جعلها الله ليحس الأغنياء بشعور الفقراء فقط. أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني في هذا المقام اللي الله يجزيهم الخير القائمين على هذا المكان، أشبعونا وملبطونا وشبعنا وحطينا عروسنا، لكن هل أحسسنا بإحساس أهل غزة؟ هذا الشعور ضروري جدا. الشمال السوري هل أحسسنا بهذا الشيء؟ فندعوكم من هذا المقام غدا في إفطار في مسجد دار الأرقم لمصلحة غزة والشمال السوري، فمرحبا بكم. نحس بإحساس غيرنا، مش مطلوب منك مال، مطلوب منك تيجي، واللي بده يقدم شيء جزاء الله خير لإعمار وإحياء قلوب وأنفس قد تموت حقيقة من الجوع. فبارك الله في دكتور تمام، بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيكم جميعكم، جزاكم الله خير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار. أسأل الله يجمعنا معكم في الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.